بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سعيد أن أنا متواجد معاكم النهاردة وموعد متجدد مع برنامج حديث العاصمة. حلقة اليوم هتكون حلقة رياضية بحتة، هنكون فيها بصدد مناقشة مشكلة عامة يعني بدأت تظهر بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة. المشكلة دي هي مشكلة سفر اللاعبين المصريين للخارج. عدد كبير جدا جدا من اللعيبة المصرية بنشوفهم بصفة مستمرة بيغادروا الملاعب المصرية للتوجه إلى الخارج، سواء كان في أوروبا أو كان في دول الخليج أيا كان المكان، ولكن هم دايما بيحملوا شعار أي مكان غير مصر. النهاردة هيكون معايا في هذا الشأن اللاعب أيمن كالوشا، أيمن عبد الحي الشهير بأيمن كالوشا، لاعب نادي ديزمبرو البرتغالي، وبصفته حالة اجتماعية هيكون هو يعني نموذج حي قدامنا. هنقدر نشوف ليه اللعيبة دي بتسافر، ليه ازاي اللعيبة دي اصلا بتسافر، ليه بيتحملوا كم التكلفة الكبيرة اللي بتعوقهم وبتعوق اهاليهم واسرهم علشان خاطر يغادروا البلاد ويغادروا الملاعب المصرية. ايمن كالوشا هيكون معايا النهاردة هيتكلم عن حاجات كتير. اهلا بيك يا كابتن. أهلا ايمن. اهلا كابتن منير، اهلا بحضرتك، مشرف ومنور. ربنا يخليك. في الحقيقه محتاجينك في البدايه طبعا تعرف نفسك لجمهورك وللناس اللي بتتابعك. انا اسمي ايمن عبد الحي، شهرتي كالوشا، بدايتي في مركز شباب زراعي عين شمس عندنا مع كابتن محمود وكابتن رمضان اللي هم في الاصل ولاد عمي، يعني بدات معاهم الف ب كوره. بعديها رحت نادي المرج وانا عندي 13 سنه، لعبت 3 مواسم وانا عندي 15 سنه. كابتن علي سليمان مدير فني الدرجه الاولى صعدني معاه فريق اول، كان اول ماتش ليا رسمي ماتش كاس مصر وانا عندي 15 سنه. لعبت ماتش الكاس والناس كانت بتثق فيا وكابتن علي كان عنده ثقه كبيره بيا، وبدات معاهم. بعد كده سنتين رحت نادي النصر مع كابتن مصطفى يوسف، لعبت معاه موسم ونص، بعد كده انتقل لنادي كوكاكولا وجي موضوع الاحتراف ديسمبر البرتغالي. طيب، مع المشوار الطويل اللي انت بتحكي لنا عنه ده، يعني ما سبق مشوار الاحتراف، انت ليه فكرت اصلا في السفر لبره مصر؟ يعني انا طموحي كبيره ونفسي ابقى حاجه كبيره زي محمد صلاح مثلا كده واللعيبه الكبيره المحترفه في الخارج، فالموضوع يعني دخل دماغي وجالي العرض كويس مع كابتن احمد حسنين الوكيل بتاعي وظبطت معاه الدنيا وجاب لي الفاكس وسافرت. سافرت مره واحده على البرتغال ولا كان في محطات بتسبق؟ لا كان في، لا كان في فاكس جالي في نادي النصر والناس ما وافقوش، فانا اتفقت مع كابتن مصطفى يوسف الموسم وهمشي. الراجل الصراحه ما وقفش في طريقي، ساعدني لحد ما الفاكس جالي وسافرت. هل نادي النصر كان محطه ليك لدخولك لاحد منتخبات مصر في المراحل السنيه المختلفه؟ اكيد طبعا، نادي النصر من اكبر الانديه في مصر طبعا، مطلع لعيبه اكيد حضرتك تسمع عنها والناس كلها تسمع عنها، وربنا كرم يعني وسافرت. يعني النادي المصري خطوه كويسه. يعني انت انضميت لاحد المنتخبات الناشئين ولا لا؟ انضميت مع كابتن معتمد جمال، تجمعين مع منتخب مصر. طيب، احنا برضو عايزين نغوص فيما يخص مشكله سفر اللعيبه المصريه اللي خارج مصر. طبعا يمكن انت على قيد نادي زيمبرو البرتغالي. تمام. هذا النادي نادي له اسم كبير ويعني ومسمع في اوروبا، وهو تقريبا من دوري من انديه القسم الثاني في البرتغال. عايزين يعني نتكلم في بعض اللعيبه بتسافر لاماكن اخرى زي مثلا تركيا، زي مثلا الامارات، زي مثلا قطر. هل الناس دي، وعلى فكره احيانا فيهم ناس بتسافر ومش بتلعب، يعني بتسافر ومش يعني الحياه هناك مضببه قدامه، هل فكره السفر النهارده بقت خلاص غاصت في اذهان كل لعيبه مصر، ولا الموضوع ان في مشكله اجتماعيه او مشكله رياضيه داخل البلد هنا بتخلي الناس او بتخلي لعيبه تستدعي انها تهرب من مصر لبره مصر؟ بص، هي مش بتتسمى هروب، هي في لها كذا معنى. يعني في لعيبه بتكون الانديه بتاعتها ماسكه فيها طالبين مبالغ كبيره، فبيضطر اللاعب مش بيمشي رسمي، فبيضطر اللي هو يتجه للهروب، فلما بيهرب خلاص دوت يبقى حقه ما دام النادي مش حابب يمشيه طمعان مثلا في مبلغ كبير، اكيد يعني مش هقف في طريق لعب. ودوت معظم اللي بيحصل في الايام اللي احنا فيها والفتره دي. في اخر فتره برضو نفس الكلام، في لعيبه كتير من انديه كتير بدون ذكر اسماء يعني عملت نفس موضوع الهروب، لكن انا ما فيش هروب بالنسبه للموضوع انا. يعني لكن انت ماشي بصفه رسميه؟ لا ماشي رسمي والدنيا كانت تمام معايا. انت كنت خلصت عقدك يعني مع نادي النصر؟ خلصت عادي مع نادي النصر، ما كان في الدوري الممتاز وهبط درجه ثانيه ومشيت. يعني لعبت صعدت مع نادي النصر فريق اول مع كابتن سيد عيد؟ مع كابتن سيد عيد، وكنت بتمرن معاه وفي ماتشات كنت بدخلها
والدنيا كانت ماشيه يعني. وعن تجربه الاحتراف لما سافرت بره مصر، يعني اتكلمنا عن مشاركاتك، عن بدايتك اول ما رحت هناك، عن ثقافه الدوريات الاوروبيه او ثقافه العقول اللي موجوده هناك في الدوري الاوروبي. لا هناك طبعا الدنيا تختلف كتير عن هنا في كل حاجه يعني، في في ايه الامكانيات الاختلافات؟ مثلا، امكانيات اللعيبه، المدربين اللي معاك بيقدروا يوصلوا لك اللي هم محتاجينه منك، وانت اكيد طبعا نازل بتثق في نفسك وطموحك انك تبقى حاجه كبيره، فبتنزل تأدي، بيصبروا على اللعيب مره واثنين وثلاثه. انا كانت اول تمرينه ليا هناك مع الفريق الرديف بتاع الزمبرو البرتغالي، تاني تمرينه كنت مع الفريق الرسمي بتاعهم، فضلت شغال مع الناس وبتمرن وجاهز، ولعبت ماتش بنفيكا الرديف، خدت الشوط الاولاني كامل وعملت ماتش كويس الحمد لله. بعد الماتش دوت مديت العقد بتاعي مع الزمبرو البرتغالي. يعني انت في الاول ما رحت هناك في البرتغال طبعا الناس حطتك مع فريق الرديف، الفريق الرديف طبعا ده يعني بيسمى عندنا عشان الناس اللي مش فاهمه ان هو بيبقى السكند بلاير مثلا، او اللي هو السكند تيم في النادي. يعني على حسب الناس فاهمه ايه، بس هو الفريق الرديف بتاعهم ديت يعني اقل من الفريق الاول بتاعهم يعني. طب انا لو سالتك، مثلا يعني ايه رايك او ايه الفرق اللي موجود ما بين الدوري المصري وما بين الدوري الأوروبي؟ الدوري المصري كتير هنا فيه مجاملات، عشان كده معظم اللعيبة والشباب اللي زيي بيفكروا السفر برا مصر فيه نجاح في مستقبل. في مصر هنا إمكانيات اللعيب بتتدفن، محدش بيتفرج عليه، محدش بيشوفه، فطبيعي محدش هيسمع عنه ولا يوصل للي هو عايزه. لكن أنا واحد من اللعيبة عندي طموح ونفسي أوصل لمكان كبير يعني. طبعا عندنا بعض الصور الخاصة باللاعب أيمن كالوشا، تمام. طبعا عايزين يعني نتابعها مع بعض، نشوف الصور بتاعته. كلمنا عن كل صورة مثلا أنت هتتعرض ليك قدامنا. ديت في ماتش حرس الحدود، كانت آخر تجربة ليا هنا في مصر من فترة يعني، من كام أسبوع يعني، في 3 يناير. مع نادي النصر. لا مع حرس الحدود. يعني أنت كنت ما أنت جالي فاكس من حرس الحدود، ده كابتن طارق العشري تمام. كلم كابتن أحمد عطية، كابتن أحمد عطية وكيلي حاليا دلوقتي، ونزلت لعبت معاهم ماتش الترسانة دوت، كان ماتش ود وبتاع، وعملت ماتش كويس والناس اتكلموا يعني كلام كويس عليا والكلام كله يعني مع كابتن احمد عطيه، ما قدرتش ان انا اتكلم في اي حاجه يعني. ده وكيلك، وكيلي. هو ده صاحب فكرة انتقالك من الدوري المصري لخارج مصر؟ لا هو الحقيقه مش هو، كان طيب حد عن تاني الصورة التانية. طيب ديت اول لما وقعت العقود مع زيمبرو، تمام تمام كان الصوره الرسميه بتاعتهم بعد توقيع العقود يعني. تمام تمام انت تقريبا هنا في مع نادي النصر في الدرجة الأولى تقريبا كنت لعبت مباراة مع الفريق الأول، نادي الزمالك. ما لا ماتش الزمالك دوت لما كنت في المرج وكده، كان ماتش ودي ولعبنا الماتش وتمام، وعملت ماتش كويس برضو، والناس اتكلموا عني، كانوا محتاجيني فريق 97، وانا من عندي 15 سنة بلعب فريق اول، فبالنسبة لي الموضوع يعني ما كانش حلو. طيب انا برضو عايز اسال سؤال، لما اتفضل. انت لعيب جامد ولعيب مكسر الدنيا ولعيب مثلا تألقت واحترفت في خارج مصر، ليه نادي النصر فرط فيك؟ لا انا كنت اتفاق مع كابتن مصطفى يوسف ان انا موسم فاهمني، فخلصت الموسم ومشيت. الحقيقه ما كنتش معرف حد خالص على العرض بتاع زيمبرو. طيب ومعانا اتصال تليفوني طبعا، الكابتن احمد عطيه وكيل اللاعبين. اهلا بيك كابتن احمد. ايوه تاني يا فندم. اهلا بيك، منورنا ومشرف الدنيا كلها. الله يخليك يا حبيبي، ومس على كابتن انا كلوش. حبيبي يا كابتن يعني احمد. حكى لنا كتير عن حضرتك وعن يعني تجربته مع حضرتك في الدوري البرتغالي مع نادي ديزمبرو البرتغالي، وحضرتك اكيد عندك اضافات فيما يخص اللاعب ايمن كالوشا. والله ايمن من اللعيبه الممتازه جدا جدا جدا، يمتاز بالمقامات الجسمانيه زي ما شايف حضرتك كده قدامك يعني، وعلى خلق عالي جدا، بس الظروف ايه اللي عملت معانا كده، وان شاء الله باذن الله يعني، ان شاء الله ان شاء الله الموسم كده في حته كويسه ان شاء الله باذن الله. طيب هو ايمن دلوقتي تقريبا يمكن سمعنا ان هو لما نزل هنا مصر طبعا يعني خد خلفيه عن الموضوع نادي حرس الحدود مع كابتن طارق العشري وصديقنا العزيز كابتن محمد مكي، فكلمنا عن تجربته مع حرس الحدود في الموسم الجديد، هل يعني انهينا الاجراءات ولا لسه في كلام؟ والله احنا كان في ماتش ودي مع الترسانه الاسبوع اللي فات بين الحرس والترسانه، وكابتن طارق شاف في الماتش، كابتن طارق اثنى على ادائه، بس طبعا في شويه ملاحظات احنا شغالين عليهم ان شاء الله باذن الله، وباذن الله انت ما فاتك ان شاء الله باذن الله.
يعني. طب يعني حضرتك دلوقتي مع طبعا ايمن كالوشة، خلاص خدتوا قرار رسمي بان الولد هيكمل السنه دي في 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 الدوري المصري، ولا احتمال ان هو ينتقل مره اخرى الى الدوري البرتغالي؟ والله في مستثمر، هو مستثمر شاف ايمن، والمستثمر عايز يشتغل عليه ان شاء الله باذن الله في اسيا ان شاء الله. باذن الله الموسم القادم بنسبه 90% ايمن خارج الدوري المصري ان شاء الله. خارج الدوري المصري ان شاء الله باذن الله. يعني موضوع حرس الحدود اللي احنا بنتكلم عنه يعني مش هيبقى ايه، مش هيبقى قائم. والله هو حرس الحدود طبعا الكابتن طارق العاشري طبعا مدرب كبير جدا من اجمل المدربين في مصر طبعا، الكابتن طارق العاشري وكابتن محمد حليم مناصر محترمه جدا. بس ان شاء الله باذن الله يعني لسه الموسم طبعا شغال، لسه الدور الثانيه يعني لسه موسم طويل. ان شاء الله باذن الله اخر موسم هنقعد مع بعض انا وايمن ان شاء الله، ونشوف الصالح ان شاء الله باذن الله ونمشي فيه ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد، للناس اللي ما تعرفش حضرتك، وكيل مين من اللعيبه المعروفه مثلا في منتخب مصر؟ والله انا وكيل حسن حماد، لاعب وادي دجله سابقا، ولاعب كاس العالم مع كابتن ربيع ياسين في تركيا، ووكيل ايمن كالوشا، ويعني وكيل لعيبه في الدرجه الثالثه والثانيه يعني لسه ما وصلتش للناس العاليه يعني. تمام يا فندم، ربنا يوفق حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن ايمن، كابتن احمد، واحنا يعني سعداء بحضرتك جدا. ونرجع تاني للنجم ايمن كالوشا. طبعا كابتن احمد، يمكن يعني انت بادئ معاه ولا هو بادئ معاك في وكالة الاعلام؟ لا الموضوع مش كده، احنا واحد يعني، مش بنفكر في مين بادئ مع مين. احنا واحد، وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا مع بعض باذن الله. تمام. ايمن، انت يعني كلمني عن التدريبات وبداياتك فيما يخص التدريب. ايه اكتر مرحله اثرت فنيا في ايمن كالوشا؟ المرحله اللي اثرت عليا مرحله كوكاكولا، لما النصر كلموني تاني، فالموضوع كان صعب، كان بيتي ما كنتش حابب اتاخر عليه، فقعدت فتره بعيد عن التمرينات. بس كابتن سعيد عبده يعني ليه الفضل عليا بعد ربنا، هو اللي فضل واقف في ظهري، هو كابتن نبيل ابراهيم نجم نادي المقاولين العرب، فالناس يعني تمت بالموضوع او سابوني. يعني انت تقصد ان فتره الكاكولا اثرت فيك سلبيا؟ اثرت فيا، عشان لكن كان همي ان يعني انا ارجع من التدريب الفني بقى، يعني ايه اكتر نادي اضاف لايمن كالوشا؟ اكتر نادي اضاف المرج، نادي المرج. كان اول ماتش رسمي ليا وانا عندي 15 سنه، يعني انا من اول اللعيبه اللي كنت بلعب مثلا في نادي كبير شويه ايام ال 15 سنه مثلا، كان زماني دلوقتي في مكان احسن يعني. بس كان اول ماتش ليا رسمي مع الفيرست تيم مع كابتن علي سليمان، كان عندي 15 سنه. ماتش السكه الحديد كان ماسكهم كابتن جمال عبد الحميد، وكنت بلعب على الناس كويسه يعني. يعني انا في الحقيقه يعني اجابتك دي خلتني احط ايديا على يعني امر مهم جدا. يعني ايمن كالوشا لاعب في نادي ديزيمبرو البرتغالي، ولاعيب محترف في الدوري البرتغالي، وده عدد قليل جدا من المصريين اللي بيحترفوا في هذا الدوري. ويمكن بعد مسيره طويله مع الكوره ومع يعني نجوم مصر، النهارده بنساله ايه اكتر نادي اثر فيك او طور منك او اضاف لك فنيا، فكانت اجابته نادي المرج. اكيد نادي المرج في انديه الدرجه الثالثه القسم الثالث، نادي كبير وله اسمه من اقدم الانديه في مصر، وناس محترمه فيه وناس كويسه يعني، كابتن زكريا شافعي، كابتن علي سليمان، كابتن مصطفى كشر، ناس يعني بتقف في ظهر اللعيب وساعدوني كتير طبعا واضافوا لي كتير يعني. طيب ما يخص بقى تجربه الاحتراف نفسها، انا عايز اسال سؤال، هو سؤال شائك شويه، انا محتاجك توضح لي وتوضح للناس اللي بتشوفنا، ليه مش يعني بعيدا عن ايمن كالوشا، ليه اللعيب المصري بيفضل ان هو يلعب بره مصر عن جوه مصر؟ لا كلام كتير ومعنى كتير يعني، معلش كلام معين. هنا في مصر اللعيبه بتتظلم، مفيش اهتمام، الكوره دلوقتي ماشيه وكله في مصر، لو في لعيب مثلا بقاله سنتين قاعد في البيت بيجيبوه يمضوه في نادي كبير، واللعيبه اللي شغاله بتجتهد على نفسها محدش بيبص عليها، فطبيعي لازم تتظلم، الناس دي محدش واقف في ظهرها. فطبيعي لما ينزل مدرب الملعب فالمدرب عايز ايه؟ لعيب ليه اسم، مع ان في لعيبه كتير جدا جدا كويسه وقاعده في البيوت، ودوت اللي بيأثر. يعني ايه يعني ايه بتتظلم؟ يعني ايه معنى الظلم بالنسبه يعني لوجهه نظرك؟ يعني قدر مثلا اللعيب نازل مع المدرب وبتاع ماشي معاه كويس، جه في تمرينه مثلا عنده مشكله في البيت، ايا كان بقى ايه هي المشكله دي، فنازل مش موفق. ايوه بس المدير الفني هو ليه اداء في الملعب والنادي ليه نتائج في الملعب. هو ليه اداء وليه نتائج، تمام ما اختلفناش، بس اللعيب دوت قدر مثلا في مشكله في البيت، ليه انت مثلا ما تقعدش معاه تخرجه من المود اللي هو فيه، في حاجه تساعده فيها.
لكن بالنسبة لأوروبا الموضوع ده طبعا محدش يقدر يتكلم معاهم فيه، يعني كلام يختلف. بره مصر بيهتموا باللعيبة جدا، اللعيبة عنده مشكلة بيحلوها، بيخلوه يخرج عن المود اللي هو فيه. بس طيب انا برضو يعني هنحط ايدينا على حاجه مهمه جدا. انت عارف ان احنا هنا في مصر اكتر من 6 مليون لعيب كوره على مستوى الجمهوريه كلها. وارد يكون كثره عدد اللعيبه في مصر هو اللي بيجعل في شيء من المحسوبيه، او في شيء من الظلم اللي البين اللي انت بتتكلم عنه. انا مش شايفه الظلم حقيقه، لان طبعا اي لعيب كويس اي نادي لما بي يعني ما بيصدق ان هو بيلاقي لي ولد كويس او لعيب كويس يكون هو يعني يستثمر فيه وقته ومجهوده فيما بعد. ولكن انا محتاجه اضيف او محتاجه اسال، يعني كثره عدد اللعيبه المصريه هو اللي بيجعل الانديه مليانه لعيبه. يعني انا مثلا في اي نادي، نادي النصر مثلا، في العمر بتاعك 30 لعيب. لما يبقى في عندي لعيب مكسر الفتره دي وانا جاي لي لعيب افضل منه في نفس الفتره، اعتقد ان انا يعني من الطبيعي او من الاحتراف ان انا همشي اللي هو مش كويس وهجيب اللي هو افضل منه. هو اكيد الافضل طبعا هو اللي هيفيدك. انا كواحد مثلا مدير فني اكيد اللعيب اللي هيجي لي افاده عن اللعيب اللي موجود دلوقتي معايا مصاب. بس في مدربين بتظلم لعيبه كتير، قدر مثلا اللعيب معاهم مصاب ومش فايق الفتره دي، ليه تمشيه؟ مش كان معاك بادئ من فتره الاعداد ولعب معاك وماشي كويس، اتصاب حصل له مشكله، مش منتظم في التمرين، في حاجه عنده، الله اعلم بالظروف، تمام، انت ليه ما تصبرش عليه؟ فطبيعي يمشي ويجي له اللعيب الجاهز. ديت مشكلة كبيرة طبعا هنا، ومعظم ما هو 70% من ساعة ما المدربين بيعملوا يمشيه كده. ونجيب اللعيب الجاهز، وده أمر طبيعي يعني. وارد اللعيب اللي مشي ده ممكن يكون هو اللي بيتفوه بنفس يعني ما قلت دلوقتي، إن هو في ظلم وإن أنا ليه ما يستحملونيش وليه ما يعني ما يعالجونيش من الحالة النفسية اللي أنا فيها. يعني ساعتها وارد ان تلاقي اللعيب اللي هو ماشي علشان هو مش جاهز، لانه مش بيأهل نفسه بشكل سليم. او ممكن يكون، انت عارف طبعا النهارده أكيد طبعا يعني بنتكلم في لعيبه مصريه كبيره جدا وصلوا لمراحل كبيره جدا في كره القدم، ومره واحده بنلاقيهم خدوا دروب كده ما قاموش منه تاني يعني، ونماذج كتير وامثال كتير، وكانوا لعيبه نجوم في منتخبات مصر. ولكن يعني خلينا نقول ان في زي ما في قدر كبير من المسؤولية على النادي، بيبقى فيه قدر كبير من المسؤولية على اللاعب بأن هو يؤهل نفسه وأن هو يوقف نفسه بنفسه. يعني ما أعتقدش أن في بره مصر فيه الكلام ده. لا لا يعني في بره مصر مثلا ممكن يبقى فيه عندك إيه استعداد أن أي لعيب يقدر انت عندك يوقف نفسه بنفسه على رجليه، مش محتاج أن هو حد يجي يوقفه على رجليه، لأنه هو جاي محترف. ده يعني لعيب جاي بيشتغل كورة بس. اكيد طبعا الكلام بتاع حضرتك كله صح، بس برضو بتختلف عشان احنا جوه المستطيل الاخضر، يعني احنا اللي بنتعامل معانا واحنا اكتر ناس حاسين، واحنا اللي شايفين الناس بتتعامل معانا ازاي. فطبيعي لما لعيب يتكنسر مثلا في الماتش او يحصل له اي حاجه، المدرب يساله يعني انت تمام هتقدر تكمل مش هتقدر تكمل. دوت بالنسبه لاوروبا. في مصر هنا مش هيصبر عليه، مع السلامه. وزي ما خدنا راي اهل الحماس، لابد ان يبقى في معانا اهل للخبره نساله عن الحاله الاجتماعيه او الحاله الرياضيه اللي سادت في الاونه الاخيره. معي في هذا الشان الكابتن كمال اسماعيل. فاصل، طيب فاصل وهنرجع مع بعض تاني. عودة مجددة أعزائي المشاهدين، عذرا لانقطاع الاتصال. معي على الهاتف الكابتن كمال إسماعيل، رئيس قطاع ناشئين نادي بلدية المحلة. كابتن كمال صباح الخير. صباح الفل يا كابتن منير. صباح الفل يا حبيبي، أهلا بيك، منورني ومشرفني، ويعني تاريخ وهرم وعلم محافظة الغربية ونادي بلدية المحلة بصفة خاصة. كابتن كمال، النهاردة بنتكلم عن حالة رياضية بتتكرر كتير في الآونة الأخيرة، وهي سفر اللعيبة المصرية لخارج مصر. حتى اللعيبة اللي مش يكون عندها مثلا يعني قدرة للسفر للخارج بيبقى عندها رغبة، اللي ما عندوش قدرة عنده رغبة، واللي عنده رغبة وعنده قدرة بتلاقيه فورا بيترك البلد وبيترك الملاعب المصرية للسفر للخارج. كابتن كمال، محتاجين حضرتك تضيف لنا أو تكلمنا عن الموضوع ده بصفة خاصة. صباح الفل. الاول هو اولا هو دلوقتي انا بقول على اللاعبين دول الطيور المهاجره، لعيب ما بيلاقيش فرصته هنا بالذات المرحله السنيه الصغيره
بلاقيش الفرصوت هنا في مصر في بطولات قويه ومسابقات قويه، وكل الانديه بتقول احنا بندعم الناشئين او بندعم الاولاد الصغيرين، ودي مش حقيقه، فعليا مش حقيقه. الانديه كلها بتبص على اللعيب الجاهز اللي هو يعتبر سنه كبير يقدر يجي يلعب فريق اول والكلام ده، ما بيصبرش على اولاد النادي وينتج منهم لعيب يقدر يمثلوا فرقتهم ويمثلوا مصر، بدليل ان معظم اللاعبين صغيرين وكبار اول ما بتلاقي له فرصه انه يسافر بره بيسافر وبيحترف، سواء بقى بالقوانين الموجوده والتعديلات والحاجات دي اللي معظمها بيبقى لصالح اللاعب، والانديه بتعاني من عدم لعبتها الكويسين اللي بيمشوا باي اسلوب، سواء بقى اسلوب تجاري، اسلوب سمساره، اسلوب شركات، اسلوب استثمار، حاجات كتير قوي بتتم بحيث ان اللعيبه دي بتسيب بيتها وبتسافر وبتهاجم، ودي مشكله، بدليل ان احنا عندنا لعيبه كتير جدا جدا في كل بقاع العالم، ويمكن الاتحاد المصري ما يعرفش عنهم حاجه ولا حد انتبههم. ده هياخدني مع حضرتك كابتن كمال، لان انا اسالك وده كان هيبقى محور حديث لاحق عن دور الاتحاد المصري مع اللعيبه دي. هل اتحاد الكوره عنده داتا عن عدد اللعيبه الكبير جدا اللي موجودين بره مصر؟ انا بقول لحضرتك اقتراح حصل في الستينات، كان في منتخب اول ومنتخب تاني والاثنين كانوا اقوياء ما شاء الله، كانت لعيبه ايام اسماء كبيره يعني شوقي حسين، مصطفى رياض، الشاذلي، كابتن الناس الكبار دول كلهم كانوا يمكن في الفريق الثاني مش الاول كمان. ورغم ذلك كان بيتعمل لهم مسابقات وكانوا بيجيبوا لهم بلغاريا يتلعبوا، وبيتعمل لهم مباريات قوي جدا جدا بحيث ان هم يبقوا ستاند باي لاي ظروف تطرأ على المنتخب. احنا قعدنا فتره طويله متقوقعين في حوالي 30 لعيب سنين طويله مع ناس كتير قوي مدربين اشتغلوا في مصر، ويمكن اخرهم الفتره الاخيره شوف مصر بقت فين. ممكن اللعيبه المميزين في اوروبا واللي احنا حاسينهم محمد صلاح، تريزيجيه، الناس دي هم دول اللامعين، الباقي مش قادرين نسلط عليهم الضوء كويس، مفيش متابعه جيده ليهم سواء من اتحاد الكوره او من السفارات المصريه اللي في كل بلاد العالم. المفروض يبقى في كل سفاره في مندوب رياضي او راجل مشرف رياضي موجود في السفاره بيدور على لعيبه المنتخب المصري او لعيبه المصريين اللي في الغربه، ويقدر يلم اكبر عدد ممكن. لو العدد كبر عندنا وبقى عندنا لعيبه كتير ما نبقاش محصورين في لعيبه محدده، نقدر نعمل منتخبين واحد نمره واحد بيشتغل، نمره اتنين ده ستاند باي للفريق الاول، يعني يبقى برضه فيه جهاز لهم كل حاجه وبيتعمل لهم كل النشاطات اللي تخليهم في استمراريه، بحيث ان المدير الفني اللي هو الفريق الاول اللي بيمثل مصر احتاج اي لاعب في اي وقت يقدر يلاقي عنده لعيبه ريزيرف محترمين نفس المستوى. انا فاكر ان المنتخب الثاني كانوا بيجيبوا له بلغاريا وكلام من ده وبيكسبوا بلغاريا، وكان اسماء برضه اسماء محترمه لكثره عدد اللاعبين، بس المهم يبقى متابعين اللاعبين المحترفين اللي بره، ما يبقاش واحد سمسار هو اللي يقول لي ده لعيب كويس قوي في الحته الفلانيه، لا ده عايز متابعه فنيه، اداره موجوده تكون في كل سفاره عندها القدره والمقدره انها تتابع كل اللاعبين، سواء لعيبه يعني هقول لحضرتك حاجه، في لعيبه درجه اولى بتلعب بره واسماء وعملوا شغل كبير، بدور على دول مش هفضل متعلق في مجموعه وابقى محصور فيهم، لا انا قادر اوسع الدايره ولا انا قادر اعمل منتخب قوي. ده الفتره اللي فاتت دي كانت بصراحه صعبه جدا، عايز متابعه كويسه، وهي مشكله بيبقى عندنا منتخبين. ده في نقطه كمان يا كابتن منير عايز اقول لك عليها، انا ما اعرفش قانونيتها بصراحه. في حاجه عندنا، احنا الدوله الوحيده اللي في قارتين، احنا دوله افرو اسيويه. واخد بال حضرتك؟ انا ما اعرفش بقى قانونيه الحكايه ديت. هل احنا نقدر نشترك في اسيا بفريق؟ احنا دوله، احنا متابعه الاتحاد الافريقي. هل احنا ممكن نكون لنا دور؟ لان احنا دوله يعني سينا دي كلها ودي مساحه بيتهيألي قد 3 أو 4 دول عربيه، واخد بال حضرتك؟ موجوده في سينا. موجوده قصدي في اسيا. والله احنا يمكن هو سؤال جميل من حضرتك كابتن كمال، ولكن احنا يمكن طبعا هيبقى في اجابه عنه عن السؤال دوت طبعا مع الكابتن وليد العطار اللي هو المدير التنفيذي لاتحاد الكوره دلوقتي. كابتن كمال محتاج اقول لحضرتك يعني هل اللعيبه المصريه اللي موجوده داخل مصر النهارده ما بتنجحش داخل البلاد، او في انديه معينه بتقدر انها تطمس امكانيات اللعيبه برفضهم للعروض الخارجيه؟ هذه برضه في اختلافات في وجهات النظر، واللي بيبقى المؤثر الاول فيها المدير الفني اللي موجود، يعني في مديرين فنيين معلش يعني انا بقولها لك بمنتهى الامانه اعداء النجوم، يعني بيجي مدير فني
ما بيحبش اللعيب النجم اللي بيعمل له شو صدقت كويس، معاك حق. فبيطمس الولد. يعني هقول لحضرتك حاجه، في لعيبه كتير يعني، واحد زي مثلا معلش يعني مش بجامل حد، واحد زي مصطفى فتحي لعيب صغير وجاي من بالاس وكده، لكن لعيب ثبت وجوده بشكل كبير جدا، ورغم ذلك كان في ناس كتير جدا اشتغلت في النادي الزمالك كانت ضد الولد وكانت بتقعد. ده مثل، ده مثل واضح الناس تبص عليه. الولد اصيب وهو يرجع هو الحمد لله ربنا يوفقه. في امثله كتير بقى، فين تريزيجيه ده كان فين؟ فين يعني محمد صلاح ربنا يوفقه كان في النادي الاولمبي في الناشئين. محدش لما اللعيب يطلع بره ويلاقي الفرص الكويسه اللي هو تسمح له انه يبدع ويطلع اللي عنده كله، فبيبدع وبيبقى نجم. صدقت صدقت كابتن كمال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا. محتاجين في طبعا معانا مشاركه هاتفيه. الو الو، طيب لحد ما نرجع تاني. ايمن كالوشا، طبعا انت سمعت معانا الكابتن كمال اسماعيل مدير قطاع ناشئين نادي بلديه المحله، وراجل يعني له باع طويل في مجال سواء كان داخل مصر او خارج مصر. كلمنا عن المباريات بتاعتك خارج مصر في مع نادي لازومبري البرتغالي. انا كان اول ماتش ليا رسمي معاهم كان مع مورا ديت، فريق كان كويس في الدوري القسم الاول في البرتغال، ولعبت الماتش واديت اداء كويس وفزنا بيه 2-1 وعملت مباراه كويسه، والناس اشادت بيا كلام كويس، وريكاردو وكيلي اللي كان في البرتغال كان جايب لي برده كذا عروض في البرتغال، والناس كانت مكلماني، بس انا استقريت مع النادي يعني كنت مرتاح هناك والناس كويسه، ومكمل معاهم مباراه كويسه برده مع سنترا دوت، من اجمد الماتشات اللي انا لعبتها في حياتي دوت درب المدينه عندهم مدينه لشبونه، والناس اتكلمت عني برده كلام كويس. طيب جالك بقى يعني حبيبك يعني كابتن سعيد عبده، صباح الخير. ابويا صباح الخير عليك وعلى البرنامج وعلى الاسره الكريمه كلها ان شاء الله. اهلا بيك كابتن سعيد، سعداء بوجودك معانا. وطبعا ايمن كالوشا اضاف لنا كتير عن حضرتك، وطبعا كلمنا عن فتره وجوده مع نادي كوكاكولا اللي حضرتك ساندته فيها بشكل كامل وبشكل يعني جامد جدا، خلاه يقف على رجليه في الفتره ما تلت ذلك حتى وصل الى الدوري البرتغالي مع نادي لازومبري البرتغالي. اولا صباح الخير لحضرتك وعلى ايمن حبيبي يا كابتن، وان شاء الله لكم حلقه سعيده كده وتكون اضافه للمشاهدين والايمن ان شاء الله ولحضرتك. بالنسبه لايمن، ايمن انا يعني يعتبر ايمن من ولادي، والحمد لله من الناس اللي الواحد كان بيحارب عشان يجيبهم مع عنده في كوكاكولا. يعني ايمن من اللعيبه الكويسه، واضافه لاي مكان من خارج الملعب وداخل الملعب. بصراحه ايمن من الرجاله اللي كان الواحد بيعتمد عليها داخل الملعب وخارج الملعب، وهو من الناس الواحد متوقع ان هي لازم في يوم من الايام تمثل منتخب مصر ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. طيب كابتن سعيد، ايمن حكى لنا عن تجربه سابقه ليه مع نادي كوكاكولا وقال انها اثرت فيه سلبيا جدا في الفتره دي. محتاجين حضرتك تقول لنا ليه ايمن اتاثر فيه سلبيا في فتره وجوده مع نادي كوكاكولا؟ هل ما كانش بيلعب؟ هل مثلا المعامله النفسيه؟ هل كان لسه جديد على الفريق؟ يعني حضرتك تضيف لنا وتحطنا معاك في الصوره يا كابتن سعيد. لا والله هي القصه كلها حضرتك انت عارف، اي لعيب بيحصل له نقله في حياته من نادي صغير لنادي كبير شويه بتبقى بتاخد شويه صعوبات. وطبعا في الاول وفي الاخر بيبقى في توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وعامل وعوامل بتبقى خارجه عن الاراده، وعوامل بتبقى هو بأثر فيها او في ظروف. اولا ايمن احنا لما جينا جبناه كوكاكولا كان بيلعب في المرج. مش طبعا انت عارف ان حضرتك بالنسبه لنادي المرج من نادي محترم ونادي جماهيري وكل حاجه، بس طبعا الحوافز والطموحات مش زي نادي الكوكولا من ناحيه حته البطولات وحته التمارين والحمل التدريبي والطقوس والامكانيات. برضو ايمن كان في حته ان هو في نادي المرج كان هو نجم الفرقه. بالظبط بالظبط. فكان حته المنافسه هو يعتبر خلاص الدافع هو يعني الدافع هو يعني يعتبر مش زي ما كانت كوكاكولا. بصفه حضرتك بقى يعني اب روحي للاعب، بتشجعه على الانتقال للدوري المصري في الموسم القادم ولا ان هو يستمر في رحله الاحتراف الخارجي؟ لا والله هو الاهم من ده كله اللي هو يلعب في نسبة الاحتراف، لا يصبر على نفسه شويه في الاحتراف، وبعدين معلش يعني ايمن يلعب في اي حته في مصر.
بس انا امنياتي ان هو يكمل في الاحتراف. دي يعني دي رغبة حضرتك فيما يخص ايمن ان هو يكمل؟ يعني كان طبعا في الاونه الاخيره تردد بعض الاخبار عن انتقاله لنادي حرس الحدود او ان في كلام معاه، هل بتشجعه على خطوه زي دي ولا يعني لكن حضرتك دلوقتي اجزمت ان هو يكمل في الاحتراف؟ طبعا الاحتراف، معلش ايمن، دي مشكله اللعيبه عندنا الصغير، عندنا اللعيبه مستعجله شويه، اللعيبه عندنا مستعجله شويه، وفي مشكله بتقابل اللاعب المصري، هو واخد على الاعلام وعلى الشهره وعلى اصحابه والخروج والسهر واهله، وحته الغربه بتبقى صعبه شويه. بيفرق اللعيب عن اللعيب اللي هو عايز، بيتنازل عن كل الكلام ده. في بدليل عندنا محمد صلاح وعندنا النني، دول اكتر اتنين نجحوا ليه؟ عشان هم مش في انديه جماهيريه، اتنازل عن كل ده. فانا من رايي ايمن لازم يكمل الاحتراف وياخد حقه ويصبر شويه، وان شاء الله اللي جاي بالنسبه له يبقى افضل. بعدين لما هيلعب في اوروبا او هيكمل احتراف هيبقى سهل ان هو يبقى المنتخب، تبقى سهله دي. هنا في مصر الموضوع هيبقى صعب شويه، انت عارف ان معظم المديرين الفنيين بيبصوا لعيبه الاهلي والزمالك بس مش اكتر. كابتن سعيد، يمكن راي حضرتك راي يحترم، وايمن اكيد ان شاء الله هياخد بيه في الايام القادمه. نرجع تاني للاعبنا ايمن كالوشا، محتاجين طبعا كابتن سعيد اضاف ان اللعيب المصري اول ما بيسافر بره يعني بيلاقي ان في حياه مختلفه. هنا في مصر بيقدر يقعد مع اصحابه، بيخرج، بيتفسح، دايما بيبقى في عنده ارتباطات معينه بيخليه بيشتغل حاجه غير الكوره. هناك بره مصر بيبقى الامر مختلف، ان اللعيب رايح يشتغل كوره بس. ازاي قدرت تتاقلم مع الحياه الاوروبيه في الدوري البرتغالي؟ والله كلام كابتن سعيد طبعا كله صح، وكابتن سعيد ابويا، يعني ابويا في الكوره، وانا استفدت منه كتير في الفتره اللي انا لعبتها معاه في كوكاكولا، وتعلمت منها كتير يعني، وفرقت معايا جدا برضه. انديه البرتغال طبعا او انديه اوروبا، انا الاول الموضوع كان صعب بالنسبه لي عشان الغربه كانت وحشه طبعا، بعيد عن اهلي وعن صحابي وعن الناس اللي قريبه مني، فالموضوع كان صعب. خدت فتره كده حوالي شهر مثلا، الموضوع كان صعب عقبال ما اتأقلمت على العيشه وفهمت هناك الدنيا فيها ايه يعني الموضوع خد شويه وقت بس اتعودت يعني. لو سالتك عن نسبه نجاح اللعيب المصري اللي بيسافر بره مصر، يعني نسبه مئويه، كان ممكن تديها لي على الهامش كام في الميه؟ 60. وفي 40% ما ينجحش؟ في، على حسب امكانيات اللعيب، على حسب مثلا الوكيل اللي مسفره. يعني انا يوم ما سافرت على توقيع، ما سافرتش اللي انا معيشه. يعني المتحكم الوحيد في مدى نجاح اللعيب بره مصر هو امكانياته؟ اكيد طبعا. تختلف في كل حاجه. هناك عندهم بيبصوا لكل حاجه، القوه الجسمانيه ومهاره اللاعب. تمام. طيب معانا مشاركه هاتفيه من احد اصدقاء البرنامج. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين؟ مع حضرتك كابتن محمود عبد الله من مركز شباب زهراء عين شمس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كابتن محمود. اهلا وسهلا. احب اتواصل مع النجم ايمن عبد الحي شهاد بكالوش يا فندم. اتفضل. هو حبيبي يا كابتن محمود، عامل ايه يا دولي؟ الحمد لله ايمن، ازي حالك؟ وحشنا والله. مش من اول الشاشه يا نجم والله. حبيبي يا كابتن، الله يخليك. والله مش عارف اديك حقك ازاي، لكن عايز اقول لك بتمنى لك الخير ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله، وانت من اللعيبه المجتهده جدا جدا، وربنا يوفقك باذن الله في الفتره الجايه باذن الله. حبيبي يا كابتن محمود، ان شاء الله يا كابتن، وتعبك معايا عمره ما انساه يا كابتن. حبيبي يا ايمن، ربنا يخليك. حبيبي حبيبي، تستاهل كل خير والله. حبيبي شكرا لحضرتك كابتن محمود، سعدنا باتصالك وبنسعد باتصال اي حد من المشاركين ومن متابعي نجمنا الجميل ايمن كالوشا. ايمن، احنا يعني عايز اقول لك، احنا طبعا يعني لما يبقى في عندنا حاله ونموذج حي قدامنا عن رحله احتراف خارجي، واعتقد انها رحله ناجحه ان شاء الله ستسفر عن يعني وجود عروض سواء كانت داخليه او خارجيه في الفتره القادمه، محتاجين يعني لما سالنا الكابتن احمد عطيه الوكيل بتاعك عن مدى رغبتك، هل اللعيب محتاج يكمل جوه مصر ولا بره مصر؟ سالنا كابتن سعيد نفس الكلام، كانت الاجابه هما الاثنين متفقين عليها. لما نخش بقى في قلب ايمن كالوشا، يعني اعتقد يعني هنا في مصر لما بتنزل بتلاقي في شكل وشو، ناس بتجري عليك تتهافت عليك لان انت لعبت اهلي، لعبت زمالك، لعبت احد الانديه الكبيره، فبتلاقي الناس دايما عارفاك. فهل ده بيسبب مفارقه عند اللعيب؟ اكيد طبعا بتفرق كتير جدا مع اللعيب والنفسيه بتاعته. بس انا حاليا يعني مش بفضل اللعب في مصر، بس في عروض كتير في مصر طبعا. طيب معانا مداخله تانية. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مين؟ اتفضل. الو، كابتن منير. اتفضل، مين؟ مع
معاك سماحة أبو وردة يا كابتن. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا، صباح الفل، منور ومنور الدنيا. الله يبارك فيك، ازيك يا كابتن؟ الحمد لله كله بخير، الحمد لله، سعيد والله باتصالك العظيم. وبتواصلك. انت الشاشة يا باشا والله، ربنا يخليك، ما شاء بشكرك. الله عليك، بسم الله. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. وطبعا يعني الاستاذ سامح ابو ورده هو يعني والد نجم جديد قادم ان شاء الله في يعني في سماء نجوميه في كره القدم، هو محمد سامح ورده، لاعب نادي النصر مواليد 2005، وان شاء الله بالتوفيق لمحمد النهارده في مباراه المقاولين. استاذ سامح، يبارك فيك يا كابتن، شاكرين. الله يخليك، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ سامح، شكرا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. ايمن، يعني برضو عايزك تقول لي الشهره ولا الفلوس، شهره في مصر ولا الفلوس في اوروبا؟ لا طبعا انا اكيد يعني مش باصص للفلوس، حاليا مش باصص للفلوس، انا باصص ان انا ابقى حاجه كويسه، بعد كده الفلوس هتيجي والشهره هتيجي. تمام، كل حاجه لها وقتها يعني. يعني انت ممكن النهارده العامل الوحيد اللي ممكن يخلي ايمن كالوشا يسيب اوروبا ويلعب في مصر ايه هو؟ اكيد يعني عرض كويس، عرض كويس من انديه كبيره في مصر، اهلي، زمالك، اسماعيلي، سموحه، اكيد يعني اوفق يعني اللعبه. مصر مقصه، وادي الدجله، يعني الناس دي ما تكلمش؟ لا اكيد طبعا، بس انا بفضل الفتره ديت يعني لو في عرض في مصر هتبقى من 3-4 انديه دول. تمام تمام، واكيد طبعا كان في سيراميكا كليوباترا مع كابتن احمد عطيه، بس ان شاء الله ربنا يكرمهم، دلوقتي حاليا في الممتاز بي مركز اول، وان شاء الله لو صعدوا في كلام. تمام، احنا طبعا يعني عايز اقول ان احنا في يعني محور يعني غير اللي احنا بنتكلم فيه، وهي حاله لابد ان احنا يعني نتابعها باستمرار، وهو طبعا سمعنا في الاونه الاخيره في قلعه الفلاحين مدينه طنطا وغز المحله والدلتا باجمعها عن الكابتن عادل الخطيب نجم نجوم نادي طنطا السابق، والذي يعني تعرض الى وعكه صحيه في الفتره الاخيره. معي في هذا الشان الكابتن جمال درويش نجم نادي طنطا السابق. كابتن جمال صباح الخير. طيب كابتن جمال هنحاول نكلمك مره تانية. طيب كابتن عادل طبعا يعني واحد من الناس اللي هي الكبار جدا داخل نادي طنطا وداخل مدينه طنطا بصفه عامه، هذا الرجل في الفتره الاخيره قد تعرض الى وعكه صحيه لم يجد فيها اي مسانده او اي نوع من انواع الدعم من نادي طنطا، طبعا في امر يعني استدعى كثير من الاستغراب من نجوم طنطا السابقين ومن كل من له علاقه بكره القدم داخل مدينه طنطا. كابتن عادل الخطيب واحد من رموز النادي، واحد قدم الكثير لنادي طنطا، قدم الكثير لمنتخب مصر، حتى في فتراته الاخيره كان يعمل كمدرب لحراس المرمى داخل الفريق الاول. معايا الكابتن جمال درويش، رجع لنا تاني. كابتن جمال صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازاي حضرتك كابتن جمال؟ محتاج حاجه تسمعني من الـ من الـ من التليفون، مش من الـ منش من الشاشه. الله يسلم حضرتك كابتن استاذ منير عالم الدين، عالم من الاعلام الرياضيه والاعلام الرياضي. اشكر طيب. حضرتك اشكر حضرتك كابتن جمال، محتاجين حضرتك تطمنا على صحه الكابتن عادل الخطيب. اولا سلامي ليك وسلامي لضيفك الكريم الكابتن ايمن كلوشة. حبيبي يا كابتن، حبيبي وكل سنه وحضراتكم طيبين. كابتن عادل الخطيب، كابتن جمال محتاجين حضرتك تطمنا على صحته واخر اخباره. والله حضرتك دلوقتي احنا قمنا بزياره ليه بعد التمرين، انا وزملائي المدربين والمدير الفني للقطاع، وللاسف الغرفه اللي كان بيركض فيها الكابتن عادل الخطيب غير امنه او غير صحيه على الاطلاق، لانها كانت موجوده في معهد الكبد للاورام بمستشفى طنطا، المستشفى الجامعي بطنطا، وبعد كده مع علم رئيس نادي طنطا المحترم الاستاذ فايز عريبي بهذا الوضع عن طريق المحبين بالنداءات على الفيسبوك للكابتن عادل الخطيب، قام على الفور الاستاذ فايز عريبي ومجلس الاداره بالكامل بنقل الكابتن عادل الخطيب الى المستشفى الفرنساوي بمدينه طنطا، وده مكان افضل الى حد ما، وتكفل النادي عن طريق مجلس الاداره وعلى راسهم الاستاذ فايز عريبي برضه بنفقه العلاج الكامله للكابتن عادل الخطيب. كابتن جمال عايز اسال حضرتك، هل يعني طبعا احنا في نادي طنطا يعني في هناك نجوم كبار ونجوم عاصروا طنطا في عصرها الذهبي،
هل الناس دي آمنة كابتن جمال؟ يعني هل الناس دي في أي وعكة سيجدوا نادي طنطا دايما ظهر ليهم وعون ليهم وسند ليهم بقيادة المهندس فايز عريبي؟ كابتن جمال محتاج حد تسمعني من التليفون بس، وطي التلفزيون بعد إذنك. الراجل المحترم ماشي يا فندم. انا بقول لك بالنسبه لمجلس الاداره وعلى راسهم الراجل المحترم الاستاذ فايز عريبي، ما بيبخلش عن اي لاعب او مدرب حصل له وعكه صحيه او اي اصابه او اي حاجه بتخص القطاع او الفريق الاول، ان هم بيسارعوا ويبادروا بسرعه في علاج هذا الامر. طيب كابتن جمال بشكر حضرتك شكرا جزيلا على يعني اطمئنانك ومداخلتك معانا، وان انت طمنتنا على صحه نجمنا الكبير الكابتن عادل الخطيب، بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. وبنشكر المهندس فايز عريبي على يعني تدخلاته وعلى ان هو وفر بديل يكون اكثر صحيه للكابتن عادل الخطيب، وانا بتمنى له يعني عوده سالمه غانمه ان شاء الله لاسرته واهله ولكل محبينه داخل مدينه طنطا. عوده للكابتن ايمن كالوشا، عايزين نسألك يا كابتن أيمن، يعني مين أكتر الناس اللي أثرت في حياتك؟ أنا عادي مفيش مشكلة ولا أي حاجة أثرت في حياتي يعني. لا أكتر الناس، أنا مش عايز يعني مش موضوع مشكلة، أكتر الناس أو أكتر الناس اللي هي دعمت أيمن كالوشا في بداياته، قدرت إنها تساعده تكون عون ليه تكون سند ليه في خطواته ورحلته الكروية. والله قبل أي حاجة طبعًا الفضل يرجع لربنا، ثم أبويا وأمي وإخواتي دايمًا في ظهري مش سايبيني في أي حاجة. على طول الناس بتكلمني وبتحفزني، وفي صحابي وخطيبتي يعني ساره وكده، ف دايما دافع ليا يعني. يعني انت دلوقتي خلاص يعني داخلين في فتره عودتك لمصر، هل ده مثلا مشروع خطوبه او مشروع جواز في الفتره القادمه؟ الفتره الجايه ان شاء الله في خطوبه ان شاء الله يعني، بس اهم حاجه مستقبل ومركز فيه حاليا دلوقتي يعني. بس اهم حاجه ولا لا؟ اهم حاجه يعني اهم من الاحتراف واهم من كل اللي احنا فيه دلوقتي. لا لا عادي والله الموضوع عادي. ايمن انا طبعا يعني عايز اقول لك انا وكل الناس طبعا جالنا كم كبير من المداخلات محتاجه انها تكون موجوده معانا، ولكن احنا طبعا عندنا يعني وقت البرنامج ملتزمين بيه، محتاجين يعني توجه رساله لكل الشباب المصري اللي محتاج ان هو يعني يقدم على رحله احتراف في الفتره القادمه. اكيد يعني كل واحد له طموح، واكيد ولو طموحه ونفسه يبقى حاجه كبيره لازم يركز في مستقبله وفي تمارينه، يسيبه من اي مشاكل داخل وخارج الملعب ويفضي دماغه ويركز في اللي هو عايز يوصل له عشان يبقى حاجه كويسه وحاجه كبيره ان شاء الله الناس تشوفه ويتفائلوا بخير باذن الله. هل في عوامل كتير للفشل في اوروبا؟ اكيد طبعا. ايه عوامل الفشل هناك؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن اللاعب المصري يعملها هناك فتلاقيه فشل في رحله احترافه؟ اكيد يعني اللي رايح ونفسه يبقى حاجه كبيره ويوصل يركز في تمارينه ومستقبله ويسيبه اي حاجه خارج الكوره، السهر، الخروجات كتير هناك، ويركز في تمارينه وفي شغله. الامور دي متاحه هناك يعني؟ يعني الامور دي متاحه موجوده بصفه مستمره هناك في اوروبا؟ اكيد طبعا بنسبه 100% كمان. يعني عوامل ومصادر السهر موجوده وطبعا في حاجات كتير يقدر يلهو فيه اللعيب المصري في اوروبا. اكيد يعني حضرتك شفت احمد حسام ميدو والناس كلها ركزوا في شويه في الكوره، بعد كده خرجوا بره الكوره قضوها سهر، وناس لعيبه زي ورده كان مشاكل كتير معاه بسبب موضوع السهر والخروجات بالليل، والسوشيال ميديا اكيد طبعا تاثير كبير على اللعيب. بس انا بنصح اي لعيب يعني يسافر يركز في شغله في مستقبله، يعني اللي هو رايح عشان خاطر هدف معين يسيبه من اي حاجه ثانيه. طيب انا بشكر حضرتك يا كابتن ايمن وسعدت بيك، والكلمه الاخيره اللي انا محتاج اضيفها عن ما يخص موضوع او محور حديثنا النهارده، ان طبعا في لعيبه كتير جدا لما بتسافر بتنجح وبتقدر تقدم شكل محترم جدا، وفي لعيبه كتير جدا مصريه بتبقى داخل ارض مصر برضو بتنجح وبتقدم شكل محترم جدا. العامل الوحيد اللي ممكن يكون فيه مفارقه ما بين ده وده هو اللاعب نفسه، وهو مدى حرصه على انه هو يكون كويس، ومدى تقدير اهله ليه، ومدى رعايه ناديه ليه. هذه العوامل هي اللي تقدر تخلي لينا بعد كده باع، سواء كان الولد ينجح داخل مصر او ينجح خارج مصر،
هنا او هنا الاثنين ده بيمارس كوره، هناك ممكن يلتزم وهنا برضو ممكن يلتزم، زي ما في هناك ناس بتجبر على الالتزام اكيد في هنا برضو في مصر ناس بتجبر على الالتزام. سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده في حلقه حديث العاصمه اللي كانت كلها رياضيه بحته. بشكرك كابتن ايمن، شكرا جزيلا. محتاج تضيف حاجه اخيره؟ لا لا تمام. طيب شكرا لحضراتكم، ان شاء الله نكون موجود مع بعض الاسبوع اللي جاي وبرنامج جديد مع حديث العاصمه وحديث اخر يكون هو حديث للشارع المصري. لكم تحياتي منير علم الدين وتحيات فريق الاعداد وعنهم الزميله الصحفيه ايه جمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.